أيام قليلة جدا بتفصلنا عن الرجوع للمدارس، وطبعا الكوميكس على السوشيال ميديا ابتدت، والكلام عن المدارس والسبلاي ليست واللانش باج واللانش بوكس وغيره وغيره دلوقتي بقى ترند منتشر ومتصدر السوشيال ميديا اليومين دول. طبعا ليه دخول المدارس اختلف عن زمان، وليه بقى فيه تفاصيل، والموضوع كل سنه بيكبر عن السنه اللي قبلها؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا النهارده اللي اشتهر بالفيديوز الكوميديه بتاعته اللي بتتقل معاناه كل بيت مصري مع اولادهم في المدارس والمذاكره والامتحانات. معانا منورنا في الاستوديو اليوتيوبر احمد رجب. ازيك يا احمد؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله كويس. احكي لي بقى بداية كده، انت اكيد عندك ولاد. عندي ولد وبنت. اوكي، عندكم طبعا المعاناه اللي بتحصل بتاعت اللي هو المدرسه هتبتدي، احنا لازم نعمل لانش بوكس، احنا لازم نعمل الشنطه، لازم نعمل السبلاي ليست، ايه اللي بيحصل عندك؟ بصي، انا عندي ولد وبنت، الولد داخل خلاص جامعه والبنت لسه في اعدادي يعني. بس مرينا بالموضوع ده جامد جدا وكان مليان احداث، بقالنا 3-4 سنين القصه دي مليانه تغيرات جديده جدا على اللي احنا كنا بن 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 بنسمعه زمان واللي احنا كنا عايشينه زمان. فكان الموضوع بالنسبه لنا جالنا صدمه حضاريه يعني، عن السبلاي ليست ولانش باك زي ما حضرتك قلتي ولانش بوكس، وكلمات اصلا بالنسبه لنا هي يعني كلمات غير مفهومه يعني. ده الترند اللي بقى ماشي دلوقتي، الولاد بيطلبوا مننا طلبات مش منطقيه، او مش منطقيه، احنا مش عارفينها فبالنسبه لنا مش منطقيه. طب ايه اغرب طلب انت سمعته مثلا في البيت في السبلاي ليست يعني؟ مثلا اصل هو انا يعني انا عملت فيديو عن السبلاي ليست ده وكان مليان كلمات كتير، صدقيني لغايه دلوقتي انا مش حافظ ولا حاجه. هي كان غالبا في حاجه اسمها تريسينج بيبر باين، في حاجات غريبه انا لسه ما وصلتش المرحله لا في، انا ناسي برضو كانوا قالوا لي ورقه الكلك كان ليها اسم تاني، بس ما يعني احنا كان بالنسبه لنا ورقه شفاف بالزبط يعني بالزبط. فلا هو الكلمات احنا مش مطالب مننا كاهالي نحفظ يعني، احنا كده كتر خيرنا جدا نعمل ترجمه وهم نجيبه خلاص. بالظبط. طيب انا عايز اعرف يا احمد بداياتك على السوشيال ميديا ازاي ابتديت؟ ابتديت ايام الكورونا. كان اول فيديو بالنسبه لي كان الاونلاين، اللي هو احنا كنا عادي في يوم وليله قاعدين بنذاكر للولاد وسهروا ونقعد نمسك الكتب وبتاع، وبعدين فجاه بقى في حاجه اسمها اساينمنت. اساينمنت اللي هو الواجب، اللي هو الهوم ورك، اللي هو الواجب بالنسبه لنا كان يعني. فهو كان يعني الواجب تطور لهوم ورك، وبعدين بقى في اساينمنت على جوجل كلاس روم. فالموضوع بيكبر كل شويه، فجالنا كلمات برضو زي ما قلت لحضرتك بالنسبه لنا خزعبليه جدا. فابتدت الموضوع اقعد مع الولاد، فابتدينا نحس ان الاونلاين ده غريب. فساعتها اول فيديو انا عملته ده كان هو تقريبا معظم فيديوهاتي بعملها بجد يعني، هي بتبقى بجد بس احنا بتهزر فيها بعد بجد، حولها لحاجه كوميديه. بالظبط. فهو كان اونلاين، كنت انا وابني وبنتي، وكان كلمات غريبه وصدمه حضاريه، واحنا كلنا قاعدين في البيت ويعني احنا ما كناش فاهمين حاجه خالص. يعني بقول له هات الكتاب، يقول لي ما فيش كتاب يعني. اللي هو طب ايه حضرتك، تعالى ده اللابتوب والاونلاين والجوجل كلاس روم وبتاع. طب يعني ايه، انا افتكرت ان الجوجل كلاس روم ده عندي انا لوحدي، طلع منتشر. لا ده من زمان يعني، احنا شفناه من ايام الكورونا يعني. فده كان اول فيديو بالنسبه لي يعني. مالك فيها؟ ماما متعصبه قوي عليا، مش عارفه مالها، انا قاعده اذاكر وهي قاعده تعصب عليا. ماما متعصبه؟ وعملتي ايه بقى؟ فين؟ الاوضه. حلو قوي، انا قلت لك 100 مره ما تعصبوش ماما، صح؟ وقلت لك لما تعصبيها في المذاكره تعملي ايه؟ تجيلي. برافو. ما انت عارفه ما جيتيليش ليه؟ بعد كده مفيش، تجيلي على طول. ايه المشكله اللي واقفه قدامك وانا تحت امرك؟ دلوقتي انا عندي اساينمنتس على جوجل كلاس روم. مين؟ اساينمنت على جوجل كلاس روم. اساينمنت على جوجل كلاس روم. تمام. طب انت عايزه مني انا ايه؟ عايزك تساعدني يعني، مش عارفه اقرا عموما. ماشي، هاتي الكتاب بقى ولا هاتي اي حاجه. كتاب؟ احنا بنعمل اونلاين يا بابا. اونلاين؟ هات شغلي اللي انت عايزاه. طيب الفيديو ده الناس ازاي اتفاعلت معاه بعد ما انت نزل على السوشيال ميديا؟ بصي اصلا احنا كنا بنلعب، فالموضوع احنا نزلنا الفيديو على اساس ان هو عادي اول مره وبنلعب بنجرب مع بعض وبنسلي نفسنا وكورونا وقاعدين كلنا محبوسين في البيت. ونمت صحيت لقيت 300,000 فيو وكميه شير وبتاع، فانا مش مستوعب يعني. طبعا. لو انا صحيت الساعه 6 الصبح تقريبا او حاجه كده، وبعدين بجد وبعدين ابتديت ابص على الكومنتس كلها، كل الناس حست بالموضوع جدا، وواضح ان البيوت كلها كانت حاسه بموضوع الاونلاين ده. فاحنا انا اتخضيت يعني، اللي هو ايه ده احنا كنا بنهزر.
فلا هو كان في تفاعل غير طبيعي، وسبيشلي في الاول كمان كان من الناس اللي في سننا اللي هم اولياء الامور يعني. أيوة. اللي هو احنا حاسين بده جدا، ايه ده انتوا ازاي ده احنا لسه قاعدين القعده دي لسه قاعدين بنتكلم مع الولاد. يعني كان نفس اللي انا عشته كل الناس اللي في البيوت عاشوه، وسبيشلي الناس كانوا قاعدين في الكورونا فمع قاعدين على طول السوشيال ميديا وبتاع، فلقوا حاجه لمست معاهم، فده كان اول حاجه. ومن بعديها الحمد لله يعني الموضوع بقى لطيف يعني. طب انت بتحس ان الناس بتتفاعل اكتر معاك في الفيديوز اللي ليها علاقه بالمدرسه والدراسه والحاجات دي، اولياء الامور ولا الجينيريشن الاصغر الطلاب مثلا؟ بصي انا الاول كان طبعا اولياء الامور، لان هم كانوا حاسين بالمعاناه، وانا كنت فعلا انا عاده طول عمري نفسي كنت اعمل حاجه ليها علاقه بالبيت يعني بالبيت والولاد والمذاكره وكده. فالأولياء الأمور كانوا حاسين قوي بالموضوع ده جدا، وبعدين ابتدوا يمنشنوا ولادهم طبعا، فأولادهم ابتدوا يتفرجوا. اوكي كانوا بيجيلك منهم ردود؟ كتير. كانوا بيقولوا لك ايه؟ في ولاد يعني للولاد مش اولياء الامور، الولاد اللطاف قوي دول بتلاقيهم بيقولوا لي إيه انت فضحتنا، انت مش عارفه سيحتنا على لغتهم يعني. بس كان بهزار طبعا، الناس كانوا مبسوطين جدا، وكنت بشوف ناس كتير قوي حتى اصحاب ولادي بيقعدوا يمنشنوا كتير لبعض، فكانت لطيفه يعني. لكن اولياء الامور عارفه تحس ان احنا صعبانين على أيوة بعض يعني. احنا عايزين نطبطب يعني على بعض. يعني انا ترمي في حضنك وانت ترمي في حضني يعني. طب انت تفتكر اغرب كومنت جالك على الفيديو ده في الاونلاين؟ بصي انا هقول لك حاجه، انا عاده الكومنتس كلها الحمد لله بتبقى يعني 99% بتبقى لطيفه. ده احنا اول مره يجي لنا حد على السوشيال ميديا ويقول لنا كده. لا لا الحمد لله انا طب يعني حاجه كويسه قوي. يعني لو حضرتك شفتي حتى الفيديوز عندي او الكومنتس هتلاقيها الحمد لله ما عنديش حد انا عارف ان في ناس كتير بتشتم بتغلط بتاع، بس لا خالص يعني كل فين وفين. لكن الكومنتس اللي انا بحبها قوي دايما ان لما تلاقي حد بيقول لي ربنا يحفظ لك ولادك ومراتك وعيالك يعني ويحفظكم، دي بالنسبه لي بتبقى بحس انها ايه ده، انا حاسس ان الناس حاسه بيا ومبسوطين ونفسهم زي ما بيدعوا لي هم نفس الحكايه، بيبقى عايزه تترد لهم يعني. دي انا بالنسبه لي دي احلى كومنت، ودايما دايما دايما انا بكتبها لما حد بيبعت لي الكومنتس دي بكتب دي احلى دعوه. انا دايما برد على الناس واقول لهم دي احلى دعوه بالنسبه لي. بس ما حسيتش مثلا ان في كومنت كان شكله غريب او ان هو مش لازم يكون وحش بس يعني ضحكك كومنت؟ في ناس ما بتفكرش في التوبيك او الكونتنت نفسه، ساعات مثلا واحد الاقيه بيكلمني مثلا بيقول لي بس البرواز اللي وراك وانت بتسحله يعني. انا ما اعرفش يعني ده سبته الموضوع كله وكلمته في البرواز، واحنا عاده بديم من السفره فيعني انا قعدت عايش طول عمري في السفره يعني البرواز اللي بيكلموني ما كنتش بشوفه يعني. ففي ناس بتسيب الموضوع وتركز في حته ورا الموضوع. انت اصلا شغلك ملهوش علاقه خالص بالسوشيال ميديا؟ لا خالص، انا مهندس وعندي مكتب ديكور وشركه مقاولات وكده، ملهاش علاقه خالص بالسوشيال ميديا. بس طول عمري بحب حته السوشيال ميديا والتمثيل، وحتى انا درست واخد ورش تمثيل كتير يعني الحمد لله. فلقينا ان موضوع السوشيال ميديا ده لطيف وقريب من الناس جدا والناس بتشوفه كتير، فحسيت ان هو حاجه كويسه طول ما هي في نطاق الاحترام والادب والناس مبسوطه ونقدم اللي احنا نفسنا نقدمه بس لايت يعني، ونهون على نفسنا شويه بالظبط يعني. واحنا عايشين كلنا ده يعني، انا كان اكتر حاجه انا عايزها ان اللي احنا عايشينه الناس تشوفه بس طريقه كوميدي شويه يعني. طيب انت عندك فيديوز عن حاجه اسمها عايز بريك. من فضلك عشان خاطري مالكيش دعوه بعد كده بمذاكره العيال، الولاد اتعقدوا من كتر الزعيق، انتوا صوتكم بيجيب لاخر الشارع. انا هذاكر لهم وهجيب لهم حد يذاكر لهم، انت بقى خشي معززه مكربه اقعدي جوه. ممكن؟ شكرا. خلاص ما تزعلش. خلاص سيبني انا زعلان يا عم. خلاص ما تزعلش. بابا انا اتخنقت. خلاص قلت لك 24 ساعه زعيق. خلاص الموضوع مش مستاهل. فرفش انا معاك. طيب انا هاخد بريك شويه. يا عم بريك ايه؟ انا براضيك. انا لسه براضيك. هتاخد بريك وانا براضيك؟ ماشي يلا. انت بتجيب عليا بحاجه؟ احنا لسه هنذاكر، انا هطلب منك طلب، انا عايزك تفك. ماشي؟ فك واحنا بنذاكر. دي جغرافيا مش كيمياء يعني. بصي عايز بريك ده اللي حضرتك شفتوه في الفيديو هو ده كان تيبيكلي هو اللي حاصل في الحقيقه. يعني انا فاكر كويس كنت بسال ابني ساعتها بقول له بلد في خليج وقريبه من شرم الشيخ واول حرف فيها طه.
فاول رد ليه قال لي طنطا. فابتديت اللي هو انا مش مستوعب انت بتقول بتهزر. وبعدين في الاخر وصلنا ان هو طابة. مدينه مصريه تتبع محافظه جنوب سيناء وتقع على راس خليج العقبه. سهل افكر براحتك. طب بص ممكن تديني هنت كده او تقربها لي كده شويه. ممكن سهل مفيش بقى زي احسن اب في الدنيا يعني. صوتك مش عايزين مشاكل. بص يا سيدي. طب انا هاخد بريك شويه. بريك ايه؟ اقعد يا عم انا هقول. طب عايز اقربها لك. ممكن تديني فرصه اقربها لك؟ ماشي. اول حرف ط. ثانيه إيه بس سهل. واربع حروف وبنبلبط فيها. ثانية واحدة. سهل. طنطا. صح؟ طنطا في جنوب سيناء؟ لا طنطا. طب ممكن تقول لي يلا؟ قول لي الحل يعني. طابة. صح. ما أنا عارف إنه صح. بعدين نبتدي نتكلم في الماث وبتاع وحسابات. حسابات. ما تت يعني مالهاش مش صعبة يعني. ما فيش. فيطلع لي كالكوليتر ويشتغل. ما انت ما يعني. فالناس ابتدت تحس ان احنا كده احنا عندنا عيال ما مش مستوعبه احنا بنعمل ايه. وهو طول الوقت كل ما بتذاكريه كل دقيقه طب اخد بريك وارجع. طب اخد بريك يا حبيبي. طب على فكره ده مش ابنك لوحدك. عارف احنا كلنا والله. انا بقول لك اول ما الفيديو ده ان يعني نزل الناس كلها ولادنا كده مش عايزين يذاكروا عايزين ياخدوا بريك عايزين يعملوا. فهي انا سميته عايز بريك لان احنا بعيدا عن وبيبتدوا من سن بدري قوي يعني. انا ابني عنده 6 سنين اول ما يجي فقره الواجب او المدرسه التوابين يجي واللي انا تعبان وعايز انام نخلص وانا خلاص طبعا يعني افقد صبري تماما. يبقى على طول فاهم مصحصح ويلا نلعب كوره. وانت مش كنت لسه نايم هقولك ليه. احنا زمان احنا ما كانش عندنا اي وسائل ترفيه. الموضوع كان تلفزيونه بيخلص الساعه 12 وخلاص وشكرا وهي نزوله واحده في الاسبوع. دلوقتي في تكنولوجي وفي لابتوب وفي ايباد وفي موبايل وفي حاجات كتيره وفي خروجات كتير وفي. فهو بالنسبه له احنا كان عندنا وقت الفراغ نتفرج على التلفزيون. طبعا. انا اعتقد هم وقت الفراغ بيذاكروا بالظبط. دي حقيقه. فيعني اعتقد هو ده اللي مخليهم مش مركزين على طول عايزين يعملوا حاجه عايزين يلعبوا بلاي ستيشن عايزين. فعندهم حاجات كتير قوي ممكن تشغل وقتهم. والوقت اللي اللي بيبقى زحمه عندهم بعد ربع ساعه. ما هو يعني هنلعب بلاي ستيشن ربع ساعه وانا زهقان. والله يا بصي هنروح لصاحبي ربع ساعه وانا زهقان. انا سمعت ان الجيل ده كله زهقان. لا مش زهقان هو عنده حاجه كده اللي هي ما انا مش هقعد على حاجه 10 دقايق. ايا كانت على فكره هي مذاكره او غير مذاكره هم زهقين جدا. طب تعالى نتفسح نروح ويلعبوا وبعدين 10 دقايق ربع ساعه انا عايز اروح اعمل حاجه. طب عايز اكل عايز اشرب. هي طول الوقت اوردرز طلبات طلبات طلبات. فالموضوع يعني هراجع معاك شويه يعني هنعمل كده ايه. طيب نفوت دماغك شويه. بريك يا عم اديني فرصه يا عم حرام عليك شويه شويه. بص يا سيدي هنقول مثلا 64 times 79 هنقول 9 times 4 36 هنقول 3 ومعانا 6. هو في حاجه هو يعني انت قصد تجلطني او عايز تموتني بدري هو في ايه؟ معلش سؤال بس هو انت ليه بقى عايز تعصب نفسك يعني الدنيا ابسط من كده. انت هترتاح يعني لما تروح مننا. لا في اختراع اسمه كالكوليتر هنعمل 69 times 74 equal 5106 يعني الموضوع ابسط من كده مليون مره. صح. انا هاخد بريك. في تقديمة الفقره دي انا سالت ايه الفرق في دخول المدارس زمان ودلوقتي. اوكي بصي حضرتك دخول المدارس زمان احنا داخلين مدرسه يعني انزل السلام عليكم بابايا ولا مامتي الصبح الشنطه جبنا بالخيار روح وخلاص الموضوع انتهى يعني. دلوقتي لا الموضوع بقى في حاجات كده دسمه في جروب الماميز اصلا ده في طلبات كتير اللي هو بتاع اول يوم يعني. ويعني انا بقعد دايما جنب مراتي فتسمعي فويس مسجز. لا ده كلام بقى كتير ما تنسوش مش ما تعملوش ودي. فتلاقي جروب الماميز ده مليان. ما كانش عندنا دي هي ماما واحده ماما يعني ما كانش في ماميز. فهتلاقي دخله اول يوم دي مليانه بقى حاجات وتجهيزات. زمان احنا ما كانش عندنا حاجه نتظاهر ما كانش في سوشيال ميديا اساسا وما فيش حاجه نتظاهر بيها.
طب انت قلت لي احمد في اول انترفيو ان انت عندك ولد وبنت الاثنين تين ايجرز او مراهقين. مظبوط. طيب ايه النصيحه اللي تديها للمراهقين بما ان انت اب لذيذ كده ومصاحب ولادك؟ بصي انا دايما عندي مبدا كده في تربيه الولاد، ما تخليش في وسيط ما بينك وما بين ولادك. يعني لو انا عايز حاجه من ولادي فلازم احتويهم، اصاحبهم، اقول لهم اللي انا عايزه. في ناس تانية بتقول لمراتاتهم روحوا قولوا لولادكم كذا. يعني انت بتقول حتى لو كانت الشخص اللي انت بتدخله في النص ده الام، او العكس لو الام عايزه تدخل الاب، لا ابا هيبقى في اسرار، في اسرار للام، والام ما ينفعش تفضح اسرار ولادها عشان دي اسرار، ولو فضحتها من وراهم فالاب ساعات بيطلع صغير شويه لما بيتنرفز فيروح جاي قايل كل الحاجات اللي الام بتقولها ويتفضحوا، فالولاد ما بيثقوش في الام. صح. ولا هيثقوا في الاب، هيثقوا في الاب. فانا شايف انه حته الوساطه دي ملهاش لازمه، احنا نحوط على اولادنا، نصاحبهم، انفولف، نخش معاهم في تفاصيل من غير ما نحسسهم ان احنا بنقتحم ده. يعني واحده واحده اعتقد ان العلاقه دي ممكن تبقى سويه، اعتقد كده، وبالذات في سن المراهقه. سن المراهقه ده صعب جدا، يعني انا عندي ابني خلاص 18 وبنتي 13، فالسنين دول محتاجين احتواء بطريقه معينه. ده النصيحه اللي بتديها للاباء طبعا والامهات طبعا. طبعا النصيحه اللي بتديها للتين ايجرز نفسهم او المراهقين نفسهم؟ هقول لك، انا دايما شايف انه هي العمليه وين تو وين، يعني الاثنين متبادله. لو انا فعلا اب وام كويسين بطلب منكم لو انتم شايفيننا كويسين، شايفيننا احنا بنحاول نقرب لكم، ما تبعدوش. الحياه مش كلها صحاب، الحياه مش كلها خروج، الحياه مش كلها فسح. في حاجه اسمها فاميلي، في حاجه اسمها عائله. لو انتوا شايفيننا مقربين ما تبعدوش، يا ريت تتعرفوا علينا عشان خاطري. يعني برضو انا بتحايل، يعني انا شايف كده. لكن لو يعني اعتقد ما فيش اب وام مش عايزين يبقى اولادهم جنبهم، يعني طبعاً. اعتقد يعني ميرسي جدا يا احمد، بشكرك على وجودك معانا النهارده وبسطتنا جدا بالفيديوز بتاعتك وكمان النهارده بخفه الدم. ربنا يخليك، شكرا. ميرسي. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد، اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.